طبعا عادة الأفلام اللي فيها سرقة والأفلام اللي فيها تخطيط لجريمة مهمة اللي هي جريمة السرقة بالذات يعني تكون ممتعة أحداثها، مع أنها هي جريمة مع أنها هي غلط وهذا، بس أنت كمشاهد تستمتع مع الخطة اللي قاعدة تصير. تعالوا معي على فيلم لوغان لكي. I know how they move the money. The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. I am incarcerated. Yeah, we got a plan to get you out. فيلم لوغان لكي هي قصة أخوين منحوسين، واحد منهم فقط ذراعه في حرب العراقية والثاني فقط رجله أيضا، وعندهم أيضا مثل ما تقولون مشكلة المادة تعيسة عندهم، واحد يشتغل في بار والثاني يعني يعاني في شغله دائما يطردونه ليش انه هو يعرج وهو ما يعرف شيء ثاني غير السواقه سواقه الشاحنه، فايضا عنده مشكله اخرى عائليه له وهي انه هو مطلق زوجته وبنته بعيده عنه، فتجي فكره الا وهي انه يسرق من حلبه سباق السيارات مبلغ كبير، وهذه السرقه ما يقدر يساعدهم الا شخص واحد مسجون في السجن اللي هو يقدر يفتح الاقفال، اللي يمثل دور الفنان اللي مثل المتعودين عليه في افلام جيمس بوند دانيل، يكون هو هذا الشخص. لما تتم الخطه هذه على اساس ان يسرقون هذا المكان بتخطيط، يعني ما اقدر احرق عليكم الاحداث لكن اقدر اقول لكم ان الخطه هاي كلها راح تعرفونها في نهايه الفيلم، فانت لازم تشوف الفيلم من البدايه وتتحمل تقريبا 40 او 45 دقيقه من الفيلم لين ما ندخل في المهم، من بعدها تدخل الاهم وينتهي الفيلم على اهم شيء. طبعا المخرج ستيف سوندربيرغ لا يخفى عليكم ان هذا هو متخصص في هالنوعيه من الافلام، لو تتذكرون اوشن 11 او اوشن 12 يعني هاي افلام تقريبا تعتبر كلاسيك الحين، مهمه وحلوه ومهمه في تاريخ السينما الهوليووديه من ضمن الافلام اللي فيها سرقه وامور مثل هاي. اقدر اضيف على ذلك افلام اخرى ايضا حدثت في الوقت الراهن، سواء كان يو كان سي مي او فيلم اللي هو هيل اور هاي ووتر اللي فيه قصه انسانيه اكثر، لكن هذه النوعيه هو جلب فيها حاجه حلوه لو هي الشغل الامريكي البحت، يعني انت راح تشوف فيلم امريكي بلدي يعني لوكال موفي، ما في امور اخرى خارجيه، اللهم انك تشوف الحي الامريكي البيوت الامريكيه اللهجه المستخدمه نقول عليها اللهجه الامريكيه القح يعني، فتحس الحوارات هذه ثقيله جدا، وتركيزه كان جدا رائع في موضوع ان يكون الحوارات بهذا الشكل اللي ذكرك ايضا بنفس الفيلم اللي قلت لكم عليه هيلور هاي ووتر، بالاضافه الى اهتمامه لبعض الكوميديا الموقف، يعني ما عنده كوميديا ساخره ما عنده كوميديا مباشره، كوميديا الموقف الحاله، انت مرات تضحك على البشر على اساس ان هذا الشيء يمكن يصير معاك انت فانت تضحك لا ارادي على الشاشه، ففي كذا موقف في هذا الفيلم اعتمد عليه المخرج انه يخليه من حالات انسانيه وتخلي الانسان يضحك لا ارادي، فأنت فيها شغلات تضحك عليها سواء كان أثناء الحوار بين دانيل وبين الأخوين لوغان داخل السجن أو وقت السرقة، هذه الأمور هذه خلت المخرج يعني يعطيك انطباع أنه هو قادر يمسك السيناريو من العصا ويعمل لك الفيلم بهذا المحتوى، يعني صحيح أن المخرج هو طبعا قبطان السفينة مثل ما يقولون عليه، لكن الكاتب السيناريو أو كاتبة السيناريو في هذا العمل ريبيكا بلانت عملت دور كبير جدا على أساس أن تخلي الفيلم هذا بهذا الشكل. طبعا انت بتقول لي ليش يعني الكاتبة السيناريو هي الاهم يعني في هالموضوع، انا بقول لكم ليش، طبعا دائما هو السيناريو هو يكون اهم شيء في الفيلم والاهم على ذلك طبعا يمسكها المخرج كتنفيذ العمل، لكن هني الكتابه جدا صعبه الا وهي كيف تقدر تكتب احداث الفيلم اللي هو فيلم السرقه اللي هو شفناه تقريبا افلام يمكن فوق 100 فيلم في انحاء العالم شفناها يعني كثيره، وانا عارف انه بتصير سرقه وفي نهايه الامر اكيد يمكن احتمال كبير انه يا انه ينجحون فيها او انه يفشلون فيها، هذا الاحتمالين الموجودين في كل الافلام، هذا الشيء بيكون في راسك، بس انت كيف تستمتع مع هذا الفيلم اذا كتبوا لك التفاصيل الخطه بشكل مدروس بشكل جدا مهم، تحس ان الكاتبه هذه متمرسه وقوية جدا في ذكائها على أساس أن كيف أقدر أخلق أحداث يعني تخلي المشاهد يقتنع ويقول أوف
كيف قدروا يسرقون هذا المكان؟ كيف سووا هذا الشيء؟ اوكي سووها بهالطريقه وسووها بهالطريقه، يعني هي عطت اشياء ما عطتك مجال تقول لا هنا في غلطه، هنا لا هنا في اوفر، لا هنا في شيء لا. فهذه الكاتبه انا اشوفها هي يمكن العمود الفقري لهذا العمل. فيلم تصوير الفيلم يعني نوعا ما ليس بالتصوير اللي نحن نقدر نقول عليه تصوير قوي جدا، لانه هو اصلا مصور في اماكن بسيطه جدا وما كان في هناك حركه كاميرا كثيره، لان الفيلم معتمد اكثر شيء على الحوارات وعلى التمثيل وعلى احداث معينه موجوده في منتصف الفيلم وفي نهايه الفيلم. كذلك الموسيقى التصويريه يعني لا باس فيها، ما ترتكز في خيالك ولا في بالك، لانه هو ايضا مثل ما قلت لكم الفيلم ما يعتمد على هذا الشيء. ايضا في دور الأخ الكبير لوغان الكبير تشاينينغ توتوم أدى دوره بشكل جيد، وكان هو تقريبا نقدر نقول عليه هو الدور الرئيسي في هذا العمل، والكل يحوم حواليه هذه الشخصية. يعني مثل ما تذكر جورج كلوني في أوشن 11 ومع براد بيت ومات ديمون والأمور هذه، الفنانين الآخرين يحومون حوله أنه هو جورج كلوني هو الأهم طبعا في هذا الفيلم. نفس الشيء تقريبا المعاملة مع هذا الفنان في هذا الفيلم، لكن ليس هو الدور الأقوى في هذا العمل. الأدوار القوية هي كالتالي: أولاً آدم درايفر اللي يمثل دور كلايد لوغان اللي هو الأخ الأصغر للوغان الكبير. هذا الفنان أولاً القتب ماله حلو، شكله وشعره وهيئته وإيده المقصوصة وتركيبة إيد ذراع يعني الاصطناعية، هذه كل اللوك يعني يعطي يعني حافز إنه الحين يعطي الدور. هل بيعطي الدور؟ هذا الشيء انا شفته في الشاشه، انه هو جماليه عنده انه هو عطوه دور الشخص المتحدث ومتكلم، يعني يعطيك حوارات بلكنه وبصوت تخليك انت تندمج معه وتقول يا اخي ما يخلص، خليه يتكلم. فحواراته حلوه. Being that I was your kid brother, I let you lead me into trouble with all your crazy cauliflower plans. My life of crime is over. But you did make breakfast this morning. Even burned the bacon like I like and you ate. في دور جو اللي هو يكون مسجون ويطلعونه من السجن على اساس انه يقدر يسرق، مثله دانيال جراغ اللي هو معروف في افلام الجيمس بوند الاخيره. انا عجبني انه هو شويه غير ودخل في يعني نمط جديد في شخصيته واسلوب مغاير جدا، يمكن 180 درجه مختلف عن افلام اللي في افلام الجيمس بوند او افلام الاخرى. هنا يمثل دور شخصيه يعني مريحه جدا وفي نفس الوقت مرعبه يمكن كشكل، وايضا جديه عنده في نفس الوقت، وكذلك الكوميديا ايضا تطلع منه بشكل غير مباشر. هذا الدور جميل جدا عليه واعتقد راكب عليه بشكل يعني انا كنت قبل ما اشوف البوستر وهذا اقول ان هذا مثل داخل هذا الفيلم شو بيكون دوره، كيف بيسوي. واكيد في كذا واحد متعود عليه دانيال انه يكون يعني رجل يعني مثل ما تقولون اكشن اكتر، ولا يكون شخصيته قويه وجذابه. هني لا، هني شخصيته شويه يمكن فيه شيت وصاخه وكذي، بس في نفس الوقت هو مرح ودوره جدا حلو، ويمكن احلى دور في هذا الفيلم كان دور دانيال في هذا الفيلم. People say that. Would you give me my arm, please? Is it this one? بالنسبة للأدوار النسائية ما كان لها أثر قوي في هذا العمل، حتى لو كانت رايلي كنوف تظهر في الشاشة كثير، لكن هي كدور مساعد جيد لا بأس. ويعني الفنانة الأخرى أيضا اللي كانت هناك كاثرين هولمز أيضا يعني دورها كان متوسط، ليس بدور قوي لأن الفيلم ما اعتمد على هذه الشخصيات. لكن مفاجأة الفيلم هي هيلاري سوانغ تظهر في هذا الفيلم بدور يعني ممكن نقول عليه دور قصير أو ضيفة شرف أو سبيشال أبيرينس، بس من الدوار القوية. يعني هي يعني ممثلة بارعة، يعني مليون دولار بيبي أكاديمي أوارد، أفضل ممثلة أوسكار، فنانة يعني معروفة في أدوارها واختياراتها وأسلوبها. هني اختارت دور بسيط ودور قصير، لكن الدور له معنى وله أبعاد وأثر قوي في على العمل. فأنا أول ما شفتها في الشاشة استغربت قلت ليش شو تسوي في هذا الفيلم، هي ودور بسيط لكن مع بعض 4-5 لقطات يمكن لها في هذا الفيلم، لكن قوية صراحة وهي يعني مؤثر قوي أيضا في هذا العمل. Everything on Jimmy Logan. قد يختلف اثنان على فيلم لوغان لكي، أحدهم يقول أن هذا الفيلم
ممل، ما في يعني احداث سريعه، لان هذا النوعيه من الافلام نحن نبغى فيها سرعه، نبغى فيها مطاردات، نبغى فيها شغلات سريعه مثل فاست اند فيوريس ولا افلام اخرى مشابهه لذلك. وفي اشخاص يقولون لا، هذا الفيلم يحتاج الى مزاج، ومحتاج الى راحه، محتاج الى يعني مثل تقول تريث عشان تشوف الاحداث كيف بتتوالى وراء بعض. فهو اعتقد انا مع الطرف الثاني اللي يقول لك ان هالنوعيه يبالها مزاج، مثل فيلم اوشن 11 اعتقد كان في ناس وايدين ايضا كانوا عندهم انتقادات على هذا الفيلم في ذيك الفتره، ان الفيلم هذا شو هذا، حوارات في حوارات، متى بيبدا الحدث؟ هني لازم تتحمل الحوارات، تتحمل بناء الشخصيات وبناء الاحداث هذه على اساس انك يوم تدخل على الشيء الرئيسي في الفيلم تكون مرتاح وعارف شو اللي قاعد يصير، عشان ما تتفاجئ ولا يكون العمل مثل ما تقول عمل سريع مفتلت وغير متوازن. لذلك هذا العمل هو من الأعمال الجيدة في صناعة الأفلام اللي هي أفلام السرقة، وطبعا المخرج بارع في هذا النوع من الأفلام مثل ما قلت لكم. وهو فيلم أنا أشوفه في نظري الخاص تقييمي لازم يكون له 3.5 من 5.